يقول: هل صحيح أن الإنسان لا يؤجر في بناء مسكنه؟ لماذا لا يؤجر؟ يؤجر على حاجته، إذا كان يحتاج إلى مسكن يؤويه ويستره هذا يؤجر عليه، لأن هذا من الأمور الضرورية، لكن لا يؤجر على ما زاد عن الحاجة، عن البناء الزائد عن الحاجة، هذا لا يؤجر عليه الإنسان. نعم.